اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه النادي الاهلي والهلال السوداني. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله مبروك. تمام، الله يبارك فيك، والف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللاعبين. بالتاكيد مباراه تعتبر كانت من جانب واحد في كل شيء، يعني النادي الاهلي فعلا كان مالك النهارده قدام الهلال السوداني. يمكن الاستحواذ بتاع النادي الاهلي النهارده كان 73% مقابل 27% للهلال. الأهلي أكتر في كل حاجة، المحاولات 17 محاولة مقابل 5 محاولات للهلال، الصحيح بتاع المحاولات الصحيحة 6، الثلاثة للهلال. عدد التمريرات بقى ده رقم مفاجأة جدا، يعني بيأكد كمان نسبة الاستحواذ. عدد تمريرات النادي الأهلي النهاردة أكتر من ضعف عدد تمريرات الهلال، يعني النادي الأهلي عامل كام تمريرة؟ 738. نادي الهلال عامل كام تمريرة؟ 274 تمريرة. يعني أكتر من بيقارب لثلاث مرات عدد التمريرات. ده بيأكد ان المباراة كانت من جانب واحد. المراوغات النادي الاهلي طبعا اكتر 19، الالتحامات النادي الاهلي تفوق في الالتحامات 51 التحام مقابل 37 التحام للهلال، المراوغات 19 مقابل 14. يمكن فايلر النهاردة عجبني ان هو احنا قبل المباراة اتكلمنا على نقطة ضعف الهلال السوداني، قلنا الباك الشمال عندهم ثغرة واضحة وحراسة المرمى، فاشتغل على نقطة الباك الأيسر واشتغل على التسديد بتاع محمد مجدي قفشة.